طالبات صف العاشر تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا اليوم بعون الله الامتحانات النصفية بالفيحة. الحمد لله اليوم كانت الأسئلات سهلة، بدي أخذ العلامة الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فصل دام 3 أشهر و10 أيام، ها نحن الآن في اليوم الأول من أيام الامتحان النصفي للفصل الأول. Now we are correcting the test of mid exam in the school at Albayan school. Thank you. اليوم كان اخر يوم امتحانات وانا زعلانه كثير. اليوم اخر يوم امتحان وبدعي لله انه ينجحنا. اليوم اخر يوم امتحان وان شاء الله انجح، وانا راح اشتاق كثير لرفقاتي. اليوم اخر يوم نحن الصف الثاني. الله يوفقكم الجميع. ودي أن أشكر الهيئة التربوية على هذا التعليم الجيد. أنا بحب مدرستي كثير، وأتمنى للجميع التوفيق والعلامات العالية والمرتبات العالية. الحمد لله حصلنا على علامات تامة. أشكر هالمدرسة على تعاونهم المنيح وبيصل كويس، ويعطيهم ألف عافية لجهودهم اللي عم ينزلوها.